وينضم إلينا من تونس مراسل الغد أحمد الشيخ. إذن أحمد، اليوم تنتهي موعد تقديم قوائم الترشح للانتخابات التشريعية، هل من أسماء ربما رشحت لهذه الانتخابات وغيرها من التفاصيل في هذا الشأن؟ بالفعل اليوم تنتهي مدة السبعة أيام التي كانت مخصصة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات التشريعية. هنا مثلا نحن في الدائرة الأولى في تونس، والتي تقدم إليها أكثر من 24 قائمة. هذا العدد لا يزال قليلا لأن الأعداد النهائية لم تعلن بعد، ولكن يتوقع أن تتضاعف هذه الأعداد، لأن في الانتخابات الماضية عام 2014 كان عدد القوائم في هذه الدائرة يتجاوز 40، وبالتالي فنحن نتوقع أن تزيد عدد القوائم إلى 40 أو أكثر. هنا في هذه الدائرة، هي دائرة مهمة جدا لدرجة أن حركة النهضة رشحت راشد الغنوشي زعيمها على رأس القائمة، ويتوقع المراقبون أن يكون ذلك تمهيدا لتقديم راشد الغنوشي كمرشح لرئاسة البرلمان، وبالتالي فهذه الدائرة هي دائرة مهمة جدا. يوجد في تونس 33 دائرة، ومقاعد البرلمان 217 مقعدا. اللجنة الانتخابية ستعلن لاحقا القوائم على أن يقول الشعب كلمته في الانتخابات المقرر أن تجرى يوم 6 أكتوبر. نعم، طيب، إلى أي مدى يعني انعكست التحالفات الحزبية في المرحلة المقبلة بعد وفاة الباجي قايد السبسي، إلى أي مدى انعكست على أجواء الانتخابات؟ بالطبع في الأروقة السياسية يدور الحديث حاليا حول التحالفات الجديدة. القوائم التي نتحدث عنها ليست قوائم حزبية فقط، ولكن هناك قوائم للمستقلين، وهناك قوائم للائتلافات أيضا. هناك بعض الأشخاص الذين يدور الحديث حولهم، الذين انتقلوا من معسكر إلى آخر. هناك أنباء تتردد عن بعض الوزراء حتى الذين غيروا انتماءاتهم وسوف يتم ترشيحهم على رأس قوائم أخرى. سننتظر حتى تعلن الأسماء بشكل رسمي، ولكن الجدل السياسي مستمر طبعا في تونس، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية قد تم تقديم موعدها أيضا لمدة حوالي شهرين. من المقرر أن تجرى الانتخابات في سبتمبر بدلا من نوفمبر، ومن المقرر أن تجرى غدا أول اللقاءات بين لجنة الانتخابات والكيانات السياسية لبحث خريطة الطريق نحو الانتخابات الرئاسية. هناك تحفظات لدى البعض لأن تقديم موعد الانتخابات بسبب رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي تسبب في ضغط الجدول. تقديم الموعد ليس تقديم موعد الانتخابات فقط، ولكن أيضا تقصير المدة، خصوصا مدة الحملات الانتخابية. شكرا جزيلا لك من تونس مراسل الغد أحمد الشيخ.